السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع مع عرب 214. عنوان القصيدة: رويدك لأبي الطيب المتنبي. أهداف الدرس: أن يتعرف الطالب أبرز خصائص المدح في النص، أن يتبين الطالب التجربة الشعرية في النص، أن يستخرج مؤشرات النمط الكتابي، أن يحلل الطالب النص وفق مستوياته الأسلوبية. التمهيد: تجلت في الشخصية العربية منذ العصر الجاهلي جملة من الصفات المحمودة كانت منطلقاً للمدح من قبل الشعراء. أذكر أبرز هذه الصفات: أراد سيف الدولة الحمداني الرحيل عن أنطاكيا، وفي غمرة تأهبه للرحيل هطل مطر غزير، فأنشد المتنبي هذه القصيدة يمدحه ويستمهله في الرحيل. المقطع الأول: استمهال سيف الدولة في البقاء بأنطاكيا. ما الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص؟ حدد الغرض الشعري في القصيدة. هات معنى أكبتة ومقابلة وداع في جملتين من إنشائك. أي وظيفة تراها في إيراد الكلمتين المترادفتين رويدك وتأنى؟ ترددت كلمة مرتين في البيت الثاني، اتخذت معنيين متضادين، ما هما وما سبب ذلك؟ حدد الكلمة المفتاح في المقطع مبيناً مفردات الحقل الذي استدعته ودلالته. للام التعليل في البيت الثالث والمضمرة في البيت الرابع وظيفة ما، حددها. البيت الأول كناية، عما عبرت؟ ما الهوية التي سار إليها المقام في البيت الثاني؟ وما وظيفتها؟ ما وظيفة التشبيه في البيت الثالث؟
من تغلب؟ وما وظيفة تشبيهها بالمطر الغزير؟ المقطع الثاني: بأس سيف الدولة وكرمه. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. المناخ العام الذي يسود المقطع هو: البأس والقوة، الرغبة في الانسحاب، ضخامة المعركة. الإيقاع السريع في المقطع يتناسب مع البطء في الانسحاب، الرغبة في الحزم، الفخر والاعتزاز. ما الكلمة المفتاح؟ وما أهميتها؟ ما الحقل الذي استدعته كلمة السيف؟ وما دلالته؟ إلى ما يشير التضاد الذي أقيم بين كلمتي المنايا والوحول في هذا المقطع؟ ما الدور الذي أدته أدوات الشرط في البيتين الثاني والثالث من هذا المقطع؟ أعطي الممدوح هوية فنية في البيت الأول من هذا المقطع، ما هي؟ وما وظيفتها؟ أما في البيت الثاني كناية، حددها مبيناً دلالتها. لما أعطيت الأشياء في البيت الثاني هوية بشرية؟ إلى ما خرج الاستفهام في البيتين الرابع والخامس؟ ما دلالة الحضور القوي للكناية في هذا المقطع؟ أعطي الرمح في البيت الثامن هوية بشرية، لماذا؟ نشاط تقويمي، ما سبب تداخل الحجاج مع الوصف في النص السابق؟ إلى ما تشير كثرة أدوات الشرط في النص؟
شكرا لكم وإلى اللقاء في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.